السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أهل الإسلام والإيمان، وأبشروا فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين هم بركة لهذه الأمة. وقد جاء في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وفي رواية أخرى: كتاب الله وسنتي. ونحن إذ نبتغي البركة من الله تبارك وتعالى والعلم والخير، نبتغي أن نصل إلى علم الله العظيم الذي أكرم به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من علم أهل البيت الكرام رضي الله عنهم وفي السنة الصحيحة. فإن كثيرا ممن يدعون حب آل البيت ويبتغون الوصول إلى علمهم لا يبالون أأخذوا هذا العلم من طريق صحيح أم ضعيف، ولكننا إذ نبتغي الخير نطلب علم أهل البيت من الروايات الصحيحة في كتب السنة الصحيحة. ومن بركات آل البيت الكرام عليهم السلام دعاء قنوت الوتر. فمن عجائب الأمور بأن الأدعية الصحيحة التي وصلت إلينا في دعاء قنوت الوتر كانت من طريق آل البيت. فالحديث المشهور من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني جدي، وفي رواية: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. وهذا الحديث بهذه الرواية قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع بأنه على شرط الشيخين، وكذا قال ابن عبد الهادي، وقال ابن الملقن بأنه على شرط الصحيح. وقد جمعت هذا الدعاء من رواية الحسن رضي الله عنه عن جده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كتب الأحاديث الصحيحة التي أتحفنا بها الحافظ الألباني رحمه الله، وجاء على هذا النحو: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، أنت تمن ولا يمن عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. وأيضا في دعاء قنوت الوتر من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث صححه ابن حجر والألباني. وأما الحديث الذي يشتهر بين الناس ويدعون به في تراويح رمضان في بعض المساجد، وجاء فيه: اللهم إنا نسعى إليك ونحفد، إلى آخر هذا الدعاء الطويل، فإن هذا الحديث هو من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه كان يدعو بهذا الدعاء في قنوت الصبح. وفي إسناده مقال، وقد حسنه وصححه جماعة. وعلى كل الأحوال فإن عمر بن الخطاب كان يدعو بهذا الدعاء في قنوت الصبح عندما يدعو على أعداء الله تبارك وتعالى، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالقنوت في صلوات الفرض عند النوازل. ولم يرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر بن الخطاب ولا عن أحد من الصحابة أنه دعا بهذا الدعاء في قنوت الوتر. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.